نادي احنا لو تشتري من برا لا قسم من برا سيد كله صد من برا ايه تشيل الصديق قسم لا 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 كل شيء ماكو من برا ليش تشتري كل ماكو اه ما ولا وجبه ابد ولا وجبه شو هو ثلاث وجبات كان هسه قالوا لي ثلاث وجبات صعدت يبكم طلعت ولا وجبه الله يوفقك الله لا يوفقك الله لا يوفقنا على هالخدمه هذه بتاخذين بعده بكيفك انه كل ما يتقدم يوم كل ما نفتح فرصه ليكون على مستوى العراق الصحي واحده من افضل الدول في الشرق الاوسط انا اشكرك رحم الله وجهك مرة أخرى العراق ينهض العراق تينهض العراق تينهض المستشفيات منجزة بنسبة أحياناً 100% 96% الأجهزة الطبية كلها مجهزة هاي مستشفى الغراب هاي الوادم جاية تراجع هنا أكو واحد عنده غيره يرضى هاي المستشفى ماكو يتبدل تغير عاطلة ثانيا تصريح الأجهزة العاطلة يعني اكتبوا لنا قلنا لنا خلي وزارة الصحة هذا إمكاني احنا قاعد نوفر أدوية بس شنو كخزين ما عندنا لازم حدا يصير اي شيء بالمنطقة شلون اني اقدر نوفر يعني دولة الرئيس هسه هاي بسبب عدم اقرار الموازنة بدأت تأثر علينا هسه كلها مجهزة يعني اكتبوا لنا قلنا على الخدمة